السلام عليكم اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان الحمد لله. صراحه غيبت عليكم بزاف. الفيديو اللي حطيت لكم مؤخرا ديال اليوم الاحد، يعني من اليوم الاحد ما صورت، وهذا الفيديو هذا ديال اليوم الاربعاء. صراحه ما كانش راش قاليا نصور، ما حتى شي حاجه. جاني واحد الضيق في الذات ديالي، ما كنتش حاسه بالراحه، ولكن نط وصورت لكم واحد الفيديو باش هكا الايام اللي كيكون فيا ضيق التنفس او لا ما حاسش براسي بخير او لا هادي او لا هادي، كندير هاد الاشياء وكتنفعني الحمد لله، من غير دوك الاشياء ديال خاصني نخرج ونشري شي حاجه ونجيبها للدار ونزوق الدار. هذه حاجه اخرى من الاشياء اللي كنديرهم باش كرتاح نفسيا وما كنبقاش مكتئبه. داك الاكتئاب اللي ماشي اكتئاب، داك الحاد، داك الاكتئاب الخفيف هو اللي فينا، من الاكتئاب الحاد لا حول ولا قوه الا بالله، راه ماليه، راه ما كيطجوا من الديور، ماليه ما كيبقاوش عاقلين اشنو كيديروا، راه اللي مثلا دايره زيف راه كتولي تخرج بلا زيف. المهم الاكتئاب الحاد تيكون شويه واعر، الله يحفظنا منه. حنا هذا اكتئاب اللي هو خفيف ظريف، ماشي مجهد الحمد لله، وما نبغوش نوصلوا لذاك الحاد، لان من هاد الخفيف كتولي لهذاك الحاد. مهم غادي بارطاجي معكم هاد النهار كيفاش كندير ليه، كيفاش كنتخلص من هاد ضيق النفس او من هاد الخاطر اللي ما كيكونش عندك. راه كيجينا واحد النهار ما كيكون عندنا لا خاطر لا والو، وبعد خطرات انا بعدا راه كيشدني لا شدني كيشدني سيمانه. مهم خليكم معايا ما تشوفين، غادي يعجبكم هاد لا فيديو، غادي تستافدوا منه ان شاء الله. اول حاجه دائما هادي دائما ما دخلش في هاد الروتين ديال الاكتئاب، دائما كنبدا بصوره البقره هي الاولى، كنشعلها في التلفازه خلات تدوز، راه عندها شي ساعتين في المكانه. كيعجبني العفاسي. من بعد هنايا غادي ندوز ندير الفطور، غادي ندير اليوم معايير البيض وقهيوه، صافي هادشي اللي كاين. وغادي ندوز نفطر انا وبنتي، بالنسبه لبنتي غندير لها البيض ونحط لها حدا شويه الخيار باش هكا تاكل شي حاجه اللي هي صحيه. اخترت نحط لها هذيك الفلفله اولا مطيشه اولا تنحط ليها الديسير مع البيض وصافي، باش تاكل كلشي في خطره وصافي. انا كندير ليها البيض عادي وقهوه، وهي كندير ليها الحليب تنسخنو لها وتنعطيه لها. المهم البنات، بزاف البنات بحالي في الغربه، وخصوصا دابا مع هذا الحجر الصحي سادين كلشي، راه ماشي راه ماشي غنموتو بكورونا، راه غادي نموتو بالقنطه بالفقصه ولا حول ولا قوة الا بالله. سمعنا دابا هذيك ديال شي كورونا جديدة، خالي وعلى ديال لندن بوحدها، خرجت وحدها قالك يمكن ديال شي برازيل. يا الهي واش نقول لك، راه كورونات بداو يخرجوا ليا في الانواع والاشكال. قالوا كيفاش عشين ويا اللي تخرج خرجت البرازيلية وخرجت هذيك اللي في انجلات في لندن. اي أيوة والله يصوبوا صافي، الله يحفظنا وصافي. اما راه كيعاودوا لهاديك كورونا جديده، راه انتشرات بزاف، هجمات على هذيك لندن، دارت لهم خباله. ايوا لا اله الا الله، الله يقدرهم عليها مساكن، راه هجمت عليهم هجمه ديال الله الحق. ايوا لا اله الا الله، محمد رسول الله، شي نهار تخرج شي كورونا مغربيه تاعي. المهم غادي نعطي لبنتي تفطر، وضروري البنات ضروري قبل ما تجمعوا الفراش حاولوا تحلوا الشراجم ديال البيوت ديال الناس. انا ضروري خصني نحل الشراجم ديال بيتنا باش تخرج ديك الريحه ديال الناس وتدخل ريحه الاكسجين ديال الزنقه شويه، هذيك الطاقه الايجابيه ديال الصباح. واحسن حاجه هي تخرجي راسك من الشرجم واحد 30 ثانيه، تشمي داك الهواء ديال سيدي ربي، راه كيعطيك واحد شويه القوه باش تعجبك النهار، باش كيعجبك النهار. المهم انا الحمد لله راه كنوض وكنخرج راسي من الشرجم، وكنبقى نطول. حليت انا شرجم بيتي، حليت شرجم بيت بنتي، واخا راه الجريده كيكونوا في الايام برد كلشي عنده جرته مزبله، لانك اون فوا تي كتحيدي كيجيو شي وراق كتجي الشتا وصافي، بنادم راه كيخليها كلها حتى لمارس. من بعد كنهبط تنحل الشراجم ديال التحت كاملين، هذا راه شراجم صغير والفوق كنحلو، وكنمشي كنحل الصالون، وهذا الشيء راه كنخليه حتى ل 12 محلول باش كيدخل الهواء ديال سيدي ربي للدار كامله. هذه راه واخا يكون البرد ضروري خصني نحلهم، ما يمكنش ليا ما نحلش الشراجم.
من بعد البنات غادي ندوز باش نجمع الصالون كيف كتشوفوا. بنتي باقا كتفطر، انا ساليت فطوري الحمد لله. صافي هنايا غادي ندوز باش ندير. بنتي بغات تفرج، قالت لي بغيت نتفرج، رانا شعلت في الايباد صورة البقرة، ودابا غادي ندوز باش نجمع هاد الروينة ديال الصالون. والبنات رجعت الفراش، علاش؟ لان هادو كل حايف كي راه عندي بنيته صغيره باقا كتاكل، باقا كطلع فيهم. اش نقول لكم، راه هكا دير تفرتيت فوقو، هانتوما شوفوا شوفوا، يعني كتجيني ساهله باش نسوس هادي. ولا كانت بانت لي شي حاجه فوق سداد، انا كندوزها بالاسبيغاتور، اما باش كل نهار خليتهم بلاش. ما نعاودش لكم البنات كيفاش لقيتهم، وراكم عارفين الكحل، وهاد التوب عندي هذا كيشبر الخمله حتى ديال الحوايج، يعني شريته وندمت عليه. ان شاء الله نعاود نشري واحد اخر ونحيد عليا هاد الكحل. صراحه الكحل الموديل ديالو زوين، ولكن هاتو بالضبط كيشبر اي حاجه ديال الحوايج. يعني الا بركت غير انايا غادي يحك لي البيجامه ديالي، وغياخد منها داك الخيوط الرقاق ديال البيجامه كياخذهم. واش فهمتوني؟ نتمنى تكونوا فهمتوني. يوم مع البرد كانوا عاون خربقوا في اللبس، ضربوا لي على التقاشر فين طالعين الصنداله. هذوك التقاش نقدر ندور بهم هكاك البنات في الدار، من نحيدهمش، يعني ما لبسش معاهم حتى شي حاجه. ايوا هذا الشيء اللي كاين. مهم كنقدر ندور بهذوك التقاشر في الدار، ما كيطلعوش البروده. كنصحكم بهم، راه كيتباعوا في اكسيون البنات، اي اكسيون غتلقاهم فيها. راه مشيت حتى لبلجيكا ولقيتها في اكسيون ديال بلجيكا، وعندنا حتى في هنايا ديال هولندا. المهم نقاد الصالون واحد شويه، والخاطر راه ما كاينش يا بنات. وما واش نعطيكم الطاقه السلبيه في هذا لا فيديو، انما غادي نعطيكم الايجابيات ديال هاد السلبيه اللي دازت عليا، الايجابيات ديالها. ايوا هنا جيت ناخذ لي واحد كاس ديال الليمون، ضروري من وراء الفطور الا كان عندي الليمون كندير الليمون، ما كانش عندي ليمون كناخذ واحد كاس الماء وكندير فيه الحامض وكنشربوا. هذه راه ضروريه. من بعد هنايا غادي ندوز باش غادي نوجد العشاء. درت هنايا الماء فيه الملح والبزار، درت الثومه، غادي ندير التحميره، غادي ندير سكينجبير والخرقوم، وغادي ندير الحامض، وغندير الخردل اللي هو لا موطارد، وغادي ندير صوص الصوجا. هادو كاملين غنديرهم مع هذاك شويه الماء اللي كتشوفوا، وغنرقد فيهم الدجاج مزيان حتى يشرب العطريه ديالو. مي غنبغي ندخلو ان شاء الله الفران، عاد غادي ندير عليه زويته بلديه من الفوق. ايوا غادي ندير لهم هنايا واحد جنيوحات الفران محمرين، يعني غنخليهم بالقشور بالجلود ديالهم. هذه هي طريقه الرز اللي كيجي بها زوين الصراحه. بقى ما كانتش عندي الخضره اليوم، عاد خرجت تقديت وكل شيء. درت هنايا الرز، درت فيه مليحه والبزار، خرقوم، سكينجبير، وشويه التحميره. هذا الشيء اللي درت، وزويته ديال العود هي اللي درت. صافي وخليته، سديت عليه وخليته كيطيب. بالنسبه للدجاج هنايا راه شي 11 ونص، غادي نخلطو وغنخليه حتى لديك الربعه، عاد غادي ندخلو يطيب ولا 3 ونص، نغطيه ونخليه باش يشرب ديك العطريه ديالو. من بعد هنايا غادي ندوز نمسح هاد البلاصه ديال العطريه اللي تعلكت وتفلكت وتملقت. غادي ندوز نمسحها مزيان بهذوك المناديل اللي هي فيها البرودكت، وغادي نعاودها بدوك المناديل ديال المطبخ، غادي نمسحهم مزيان مزيان. مهم عين نتلف الوقت، حيت الناس اللي كيشدهم ضيق التنفس ولا كيشدهم اكتئاب كتقول لك باغا غير نعس وباغا غير نجلس. لا، تلفي اختي في الشقة، لانك ما حدك جالسه غتبقاي تخمي في داكشي اللي هو دارك الاكتئاب. بحال مثلا اي حاجه، اي حاجه فكرتي فيها ودارت لك ضيق التنفس، حاولي تشغلي راسك في الدار. انا بحال اليوم ما جلستش واليوم ما درتش هذه القضيه ديال خصني نخرج نشري شي حاجه. لا،
الا ما في استطاعتكش داك النهار تخرجي وتشري، راه قلت لكم شحال هذه استطاعتك غادي تخرجي تشري واحد الحاجه اللي هي ساهله مهله اولا سميتو رخيصه باش ديكوري الدار. ما عندكش بحال دابا هذا النهار انا ما عنديش باش نشري، خرجت مشيت ليا واحد شويه ضربتها واحد كغط على رجليا مشيت تقديت لداري، يعني تقديه ما بقيتش انا كنبغي نتقدى الصراحه في الويكاند، لان كتكون الدنيا عامره ودروك دروك دروك وكتولي هذيك لاكيس حتى هي عامره، لهذا وليت كنفضل نتقدى بوسط الاسبوع وصافي مشيت تقديت. نعم بعد البنات حاولوا ما تشوفوا هكا راسكم حاسين بالضيق، حاولوا ترشوا شويه الملحه في الدار، رشوها في هكا في القناه ديال الدار. انا راه انا رشيت شويه الملحه ورشيت حتى على الارض وخليتها واحد شويه وشطبت، ودابا انا كندوز الجفاف. المهم حاولوا ترشوا باش طردوا داك الشياطين او لا، لكن شي ساحر ولا شي حاجه كطردوه من البيت ديالكم ديك الملحه اللي كديروا في القناه. وهذه راه ديروها مره مره مشاعر بالنهار اللي تحسوا به في الضيق، لان كاين العين كاين السحر ومهم كتحسي براسك مفاجئ، والقران ديما يكون في الدار. هنا يا البنات بنتي جاها الجوع مع 12 قلت لها شنو بغيتي، قالت لك بغيت المسمن. المهم جبدت لها قالت لك بغات فيه الشوكولاط، ايوا درتو ليها بالشوكولاط وصافي. ما بغات هاد المره تغدى حتى شي حاجه، كاينه مريقه ديال القوق وجلبانه والله ما بغاتها، وانا هاد النهار ما قديتش نتغدى من الفطور ديالي هذاك البيض صافي، بقيت حتى درت ليا قهوه في العشيه مع الحلوه وصافي، هذا اللي كاين. هنا غادي ندوز نصايب بيت بنتي ونصايب بيتي. غادي نبدل الغطايات باش النفسيه كترتاح، كنبدل كل شيء في خطره ديال المخاد ديال الناموسيه وديال كل شيء. وغادي ندوز باش نوريكم الرز والدجاج. الرز طاب البنات شفتوه، والدجاج هو درتو حتى يقرب الوقت وندخلو. من بعد داك الماء اللي غادي ندير غادي نشدو وغادي نديرو مع الرقيه الشرعيه، ندير فيه 7 القرنفلات وغندير مع الرقية الشرعية باش ديال السحر وديال العين وكذا. ملي كندير مع الرقية الشرعية كيقرا عليا داك القرآن صافي، وكنولي نشربو انا وبنتي. انا غنوريكم كيفاش كندير ليه، انتم كنخدم الرقية الشرعية في التلفازة بحال ما هكا زوينة، الرقية الشرعية ديال العين والحسد، وكتحسن حتى الاطفال والبيت صافي. البنات غادي نديرها وغادي نحط القرعه تما حداها ونخليها حتى تكمل، وكنشربها انا وبنتي، كنغسل بها وجه بنتي، كنغسل بها وجهي انا. والماء الا بقى عليكم ما ترميوهش، نسقيو به شي محباق ولا بقاي تغسلي به وجهك وايدياتك، يعني ما تضيعيش ما ترميهش. ما نساوش قراءة القرآن، هنا ملي كنطلع بنتي كندوز نقرا ليا بعض الصفحات من القرآن الكريم، ضروري ضروري باش كتفاجئي واحد شوية. نمشي دابا نشرب لي واحد كاس القهوه مع حلوه، وبما كمل القران ونشرب ميها من الماء ديال القران. ها هو البنات شربت منه انا وشربت منه بنتي.
وضروري خرجت نتمشى انا وبنتي في هذا الهواء واخا كاين البرد. كنرجع دابا في التقضية اللي مشيت تقديت وجيت في حالاتي. انا يا بنات مشيت عند تركي خديت من عنده هاد الورقه ديال البسطيله او الورقه ديال الكنافه، تقدر تضربها حتى بسطيله. خديت من عنده الزريعه شي لاخر كنت خديته من ليدل، وخديت من عنده هاد السوسوك، خديت من عنده الفرماج دايرين فيه اكسي، وخديت هنايا اللفت شكداش حيت ملي غتجي حماتي قريبه تجي حماتي، جبت الهريسه وجبت هذا الخيار مخلل، جبت الورقه ديال البسطيله حيت حماتي قريب تجي وعزيز عليها هذيك سميتها اش كيقولوا لها هي امي باكلافا، داكشي علاش جبتها معايا. وداك الجبن اللي وريتكم الاخر كيعجبني مع الخبز، وجبت حتى هذا جبت حتى الهريسه. المهم ملي غتجي حماتي بغيت ندير لها شويه باكلافا، عندي البيستاج غادي نديرو وصافي. صافي هنايا حتى بغيت نسد معكم لا فيديو، صافي هنايا كنشعل في الضوا وباش غادي صافي راه 7:40 هنا يلا طلعت بنتي يلا بغيت نسد معكم لا فيديو صافي. وهي توصلني واحد الباكيت غادي نبارطاجيها معكم، كنت ديجا انا اللي تقديتها وغادي نعطيكم جميع المعلومات عليها. تسنى بالنسبه لهاد الباكيت ديال اوريفلام تقديتها، وحتى انا رانا خدمت في اوريفلام وجايبه لكم البنات ديال هولندا اللي بغاو يخدموا وحتى البنات ديال بلجيكا. مهم غادي نعطيكم جميع المعلومات في هاد لا فيديو. بغيت غير نقول لكم بالنسبه للبنات اللي بغاو يشريو بحالي هكا من اوريفلام غادي نخلي لكم واحد لوليان ديالي تقدو من عندي، ولكن انا غير غادي تعاونوني الا شريتو من عندي غادي تعاونوني، وانما اللي غادي يصيفطوا لكم هو الشركه ديال اوريفلام يعني السايت ديالي، ولكن اللي كيصيفطوا ماشي انا، يعني الشركه هما اللي كيصيفطوا، حتى انا ما عنديش السلعه في الدار راكم كتشوفوا، غير هادشي تقديتو ليا انا باش نوريكم وصافي. بنات يلا كنت شتوني كنت غنسد معكم لا فيديو، ولكن جات واحد الباكيت بغيت نبارطاجيه معكم. بالنسبه لهاد الباكيت البنات بالنسبه لهاد الباكيت ديال البنات انا نبين لكم شنو فيها فيها المنتجات ديال اوريفلام البنات اللي غنيه على التعريف اللي نشعل لكم
البنات غادي نقول لكم واحد القضيه، بلاتي ندور لكم كاميرا عندي، اسمحوا لي راه الراس دارني وكل شيء دارني. المهم علينا، بالنسبه للبنات لهاد التويشيه هذه جبت لكم واحد القضيه زوينه بالنسبه للبنات ديال هولندا. كنت كنقول لكم شحال هذه كل قاع اوريفلام هنا في هولندا غادي نخدم فيها فيها، ما كانش كاتبه لي. ولكن ملي هذاك الفيديو حطيته جات عندي واحد السيده هنا في هولندا وقالت لي سناء الا بغيتي تخدمي في اوريفلام خدمه من دارك وكذا. وافقت البنات باش نخدم في هاد اوريفلام. البنات اللي باغيين يخدموا نمرة السيده اللي غادي تخدمكم، انا الصراحه غادي نخدم ولكن ما غاديش نتكلف بالبنات اللي غيبغيو يدخلوا يخدموا. اللي باغيين يدخلوا يخدموا ها هي النمره التليفون ديال السيده. الا نسيت ما خليتهاش لكم هنا مع المونتاج، راه نخليكم في اول فيديو في اول تعليق وغنثبتوا ان شاء الله. انا خدمت في اوريفلام بالنسبه للبنات اللي باغين ما باغينش يخدموا وباغين غير يشريو منتجات ديال اوريفلام. نخلي لكم لو ليان في صندوق الوصف ولا في اول تعليق غادي نثبتوا هذاك لو ليان ديالي كنبيع فيه السلعه ديال اوريفلام. المهم غادي نوريكم بعض المنتجات اللي شريتها لراسي، غادي نوريها لكم. ولات كتوصل باكيت بارد مع واحد البرد كاين برا. المهم ها هي واحد باكيت جايه دايره بحال ما هكا، نحلوها معكم. يا ربي شتش فاتحه هكا. هنايا جايه باكيت دايره بحال ما هكا. هذا البنات ماسك ديال ليلي، انتما من اوريفلام ماسك ليلي هذا البنات ديال البشره. او خديت هذه ماسكارا حتى هي ديال اوريفلام. وهذا دابا البلسم ديال الفم، مرطب البشره مرطب الشفاه جا على هذا الشكل هكا. شفتوا البنات تيجي على هكا، ريحتو زوينه ما فيهش ريحه مجهده وما فيهش ريحه زعما باينه. من بعد البنات كاين هذا حتى هو برونز، انا غير خديته هذا لواحد السيده من العائله ديالنا وانا ما كنديرش هذا الشيء، خديته لواحد السيده من العائله. بالنسبه لقلت لكم البنات اللي باغي يشري من عندي لو ليان غنحط لكم صندوق الوصف، كتجي كيجي بحال ما هكا. بكل البنات اللي باغيين يشريوه ديوش على هاد الفرد قشر ماشي مشكل، وكيجي حبيبات بحال هذا برونز ونقدر نخليه ليا. مهم انا خديته صافي ما عرفتش واش نخليه ليا ولا ما نخليهش ليا. كيجي بحال ما هكا البواطه. من بعد البنات هذا الماسك ديال فاش كيكون الوجه عيان كديري هذا للبشره ديالك، قال لك اونتي فاتيك. المهم انا خديته علاش انا خديت باش نزعمكم حتى نتوما تشريو. كاينين اثمنه مناسبه، كاينين باكيت ديال الناس اللي فيهم الكلف، راه ما غتدخلوا الموقع غيبان لكم كلشي. بالنسبه فك الكلف واحد الكريمات اولا واحد الباكيت خاصه بالناس اللي فيهم الكلف في البشره ديالهم راه كينقي لكم وجهكم مزيان. وكذلك كاين واحد الباكيت الناس اللي فيهم حب الشباب او الحبوب او لي تراس ديال الحبوب في البشره ديالهم، حتى كاينه واحد الباكيت تمايا. من بعد البنات خديت هذا شاور كريم بالعسل، عرفتي وصلوا بيدين وكره ما نعاودش لكم السم برا. بالنسبه لهادو السيده اللي مكلفه ليا بالكونت ديالي باش تشريو من عندي، ها هي النمره ديالها باش تخدمكم. بالنسبه للبنات اللي باغيين يخدموا، انا صراحه راكم عارفين والله ما كاين الوقت. واحد الاخت ديالي كتقول لي ليونو راه كيتخلصوا عليه دخلي، والله ما كاين الوقت، والله ما كاين الوقت. راه هاد الوقيته انا يلاه جلست 7:30 يلاه ساليت اشغالي، وراه ساليت بكري حيت ما عنديش التصبيين. البنات اللي باغيين يخدموا نخليكم السيده اللي مكلفه غادي تعيطوا ليها وهي غادي تخدمكم. وبالنسبه اللي باغي يشري من الكونت ديالي راه اللي غنخليه لكم، دخلوا وشجعوني تشريو من عندي شجعوني.
هذا البنات سكغب مقشر ديال البشره من لا مارك نوفاج، شتو هذا سكغب جا على هكا هذا كنديرها بحال داك النهار انت شتو كيجي ثقيل وريحته خطيره. غادي نقول لكم ريحه هذا سميتو هذا هذا تا هو ريحته زوينه بالحليب والعسل. الباكيت اللي خديته البنات وهي زوينه بزاف كتعطي نضاره للبشره اللي هي هذه هذه خديتها باش نوريها لكم. بالنسبه للبنات اللي فايتين السن 30 غادي تليق لكم نوريها لكم البنات. حاولوا نهتموا بالبشره ديالنا، راكم عارفين اني انايا الصراحه ما كنبغيش ناخذ ما بقيتش كنبغي ناخذ شي حاجه رخيصه للبشره ديالي اولا شعري. علاش؟ لان الا خديتي شي حاجه رخيصه لشعرك كيكون فيها بارابين كيكون فيها السيليكون وكتشد السيليكون كيشد الزغبه وكيتغلف عليها ملي كتكوني تغسلي راه كتحسي به رطب، ولكن ان فوا داك السيليكون كيتلوى على الزغبه كيهرسها اولا كيقرضها اولا يمحنها. المهم باكيت جات على هكا فيها مرطب ليلي اللي جا على هذا الشكل هذا. شوفوا لون هذا الحكيك ديالو شحال زويون، باقي مسدوده شتوم كيجيو على هذا الشكل هذا. نحلها باش نشم الريحه، ريحته زوينه. هاد الشيء البنات الصراحه راه عاطيكم الورقه معاه لداخل باش تعرفوا هاد الشيء ديالاش. المهم البنات كيعطيو معها كيف قلت لكم كريم ليلي كريم نهاري، حتى هو بحال بحالو في الشكل كيجيو على هاد الشكل هذا. شوفوهم ايوا ضروري او كيجي معاها هذا سيروم ديال البشره شتو البنات هذا سيروم، وكيجي معها هذا مرطب تحت العينين. غتلقاو الاثمنه في الموقع اللي بغات تاخذ تدخل تشري، وراه اللي شرات كنشكرها بزاف بزاف لانها غادي تدخل وتدعمني في الموقع ديالي. هذا كيجي بحال هكا مرطب تحت العين، وكيجي هذا جيل نيتويون باش كتغسلي وجهك. صراحة هاد الشيء راه شريته ايه، ولكن ما نستعملوش دابا حتى نكمل التريتمون ديالي اللي انا مبادياها دابا. راكم عارفين انا مع الباكيت ديال دو بودي شوب نكملها وديك الساعه نبدا هادو، ما بغيتش نبداهم من دابا الصراحه باش حيت الا حليتها عرفوا البنات باللي اي حاجه حليتي راه فيها لادات امتى كتسالي. هانتوما البنات بحال ديما شوفوا هاد الحكيك اللي هنايا، هاد الحك هذا البنات فيه 12 ام يعني عام 12 شهر. سمعتوني اي برودكت كتلقاو فيه هاد الحك هذا اللي كيبين لكم باللي الا حليتي غتسالي المده الصلاحيه ديالو. هادي انا ما كنتش عارفها وانا استفدت منها من عند ناس اخرين. بحال هذا دابا هاد الجيل ديالو جا غيسالي على 12 شهر، هاد الحك حتى هو كيدي 12 شهر. ها هو البنات فين كاتبينها 12 شهر يعني عام. بالنسبه لهذا ديال العينين 6 شهور باش يبان لكم ها هي في الحك كاتبين 6 يعني 6 شهور، تفوت 6 شهور صافي كترميه ما تخليهش. البنات هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم. المهم البنات اللي بغات تخدم وتعول على راسها راه كتخدمي غير من دارك، اللي كتحتاجي هو التليفون. انا جبت لكم البنات هولندا اللي باغيين يخدموا دابا يعيطوا لهاد السيده ويتواصلوا معاها، يعني يعيطوا جميع الدول ويسولوا واش حتى ديال فرنسا ولا ديال بلجيكا خاصهم يخدموا. المهم
بنات هولندا سير غادي تخدموا في هاد اوريفلام، اللي انتم شحال هادي كتبيت انا وبنات هولندا وبنات هولندا. ها هي البنات ديال هولندا اللي باغيين يخدموا في اوريفلام يمشيو عند هاد السيده وقول لها جينا من طرف سناء، وراه غادي توريكم جميع التفاصيل كيفاش غادي تخدمي في هاد اوريفلام. واللي بغات تشري من عندي راه الموقع حطيته لكم، دخلوا وتقداو من عندي يا سيداتي، شجعوني شجعوني. بالنسبه للبنات اللي باغيين يخدموا وعزيزين عليهم هذا الشيء لي برودكت ديال اوريفلام، راها دارت البصمه ديالها في جميع انحاء اوروبا دابا ماشي غير المغرب، وكنتمنى تشجعوني. يلا خليت لكم راحه البال وتهلاو في رياضكم. كانت معكم سناء كما كنتم. سلام.